اذا بدي فلتر بنزين التيجو طبعا بالبدايه لازم نخفض الضغط بالتانكي، فافتح القبق خليه شي بعدين عندك هذا هنا بعيد هنا أنا هذا الباب تلاحظون مال التيجو راح يكون عندك تحت بيناتهن هياتهن. انا فتحته قالوا لي بالتعليقات ان هذا مقلوب. انا من اشتريت السيارة لحد الان هو هذا الاتجاه، بس هو انت لو تيجي على السهم المفروض صحيح مقلوب. جيت اشك انه الواير ما يوصل، بس لا الواير صحيح بهذا الاتجاه. فاشكركم من علق لي، فراح ارجع افتح الفلتر. بالنسبة للكلبسات مستحيل تنفتح فلتر اذا ما اضغط الكلبسات المنانة والمنانة، مستحيل تقدر تفتحين. فراح نفتح الكلبسات، اضغط من هنا وافتحها. فتحت الكلبسات وقلابة تشوفون هسه عندي صار الاتجاه صحيح باتجاه المحرك. هاي الكلبسة وشيته. واشكر كل من علقني ونبهني على هاي الخطأ البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.